ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين فقرات اسرار الحياه. فقرتنا النهارده بقى هتتكلم عن صيانه السيارات، ازاي اللي انا اودي العربيه بتاعتي مكان ليه خبره ومصداقيه، ناس بتراعي ربنا بتديني قطع الغيار وهي بتقول لي ان هي فعلا اصليه، لان زي ما انتم عارفين ان الموضوع ده دخل فيه غش كتير في الخامات وفي الماتيريال، كمان ان الموضوع دخل فيه ناس للاسف ما لهاش ولا مصداقيه ولا خبره في المجال وبتروح تبوظ الدنيا، بعد كده بنلاقي ان الموضوع دخل اني وانا ماشي على الطريق مره واحده العربيه بتاعتي بتقف، طب ما انا لسه مصلحها، ده انا لسه مركب قطع الغيار ديت. طبعا مش اي مركز ان احنا نقدر نروحه ونامنه على حاجه احنا ماشيين عليها، احنا ماشيين في طريق يا عالم هنروح ولا مش هنروح. طبعا لازم اي مركز صيانه انت تروحه يكون على مصداقيه تامه، ناس خبره في المجال قدرت تحقق مجال في صيانه السيارات ده في خبره ومصداقيه. طبعا مهما اتكلم عن المركز هسيب صاحب المركز ومؤسس المركز يتكلم عن شغله. معانا النهارده استاذ محمد البيشي، صاحب ومؤسس مركز البيشي لصيانه سيارات نيسان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، نورتنا النهارده. الله يبارك في حضرتك. في بدايه الحلقه بتاعتي انا بقول مش اي حد ولا اي مركز نروح عشان نعمل صيانه للسيارات، لازم يكون مركز معتمد، صحابه اهل خبره فاهمين كويس، لان احنا معنا صح احنا ماشيين على اربع عجلات. ده حقيقي. طيب في البدايه كلمنا عن حضرتك اكتر وعرفنا بحضرتك اكتر. مع حضرتك كان اسف معلش. لا ولا يهمني. اتفضل. مع حضرتك محمد البوشي، صاحب مركز البوشي لصيانه سيارات نيسان. احنا بنشتغل في جميع سيارات نيسان، ميكانيكا وعفشه وكهرباء وفتيس، وبنشتغل في حل الاعطال. بنشتغل بصفه عامه، يعني بنشتغل في كل حاجه تخص عربيه نيسان ما عدا سمكره ودهان. تمام. احنا عارفين مركز البوش ده طبعا مجاله واسع جدا وليه مصداقيه على السوشيال ميديا، بدا ان هو كمان صوته يسمع على السوشيال ميديا، ناس كتيره بدات ان هي كمان تاخد الريفيوهات والصور الموجوده وتعرضها عندها. طيب كلمنا عن مركز البوش، مركز الصيانه بتاعك، ايه الخدمات اللي بيقدمها للعملاء؟ الخدمات تاني حضرتك احنا بنشتغل في نطاق الميكانيكا بصفه عامه، وبنشتغل في الكهرباء وفي عفشه العربيه وفي فتيس. وبفضل الله تعالى بنحل اي مشكله تخص اي سياره نيسان. تمام. انتوا متخصصين في نيسان؟ متخصصين نيسان فقط، ما بنشتغلش اي عربيه غير عربيات نيسان فقط. طبعا ليكوا خبره في المجال ده كتير. اكيد اكيد. انا كنت شغال في التوكيل اصلا، قعدت 6 سنين في التوكيل، وبعد كده ربنا كرمني كنت فاتح ورشه صغيره وانا شغال في التوكيل. وربنا كرمني دلوقتي بقيت عندي مركز صيانه بفضل الله. مركز صيانه. طيب قول لي بقالك قد ايه في المجال ده في السوق المصري؟ بقالي حوالي 9 سنين بشخص، يعني حاجه ملكي انا. طب ليه اختاروك افضل مركز صيانه متخصص في نيسان؟ يعني دي حاجه فضل من عند ربنا قبل اي حاجه. بس يعني احنا عندنا بفضل الله تعالى عندنا يعني قوه خبره شويه في النيسان، لان اغلب الفنيين اللي شغالين معايا شغالين في التوكيل، وبفضل الله تعالى يعني توفيق من ربنا قبل اي حاجه، وحلينا مشاكل كتير خبيثه كانت مدوغه العملاء. انا كنت لسه اقول لك. يعني هي دي الحته اللي مثلا زي ايه كده؟ زي حاجات كتير، مشاكل في الكهرباء، مشاكل يعني في ناس بتجي لنا صرفه مبالغ باهظه، يعني ممكن الناس بتيجي تصرف 12000 جنيه 13000 جنيه على مشكله، وما زالت المشكله موجوده في العربيه. ممكن المشكله دي تكلف 500 600 جنيه، يعني حاجه بسيطه. ايوه اكيد. بيجي لنا حاجات يعني ما بقاش في، يعني يمكن العميل اللي جاي من كتر اللي شافه بره بيبقى جاي، مهما هو سمع عن اسم يعني اسم المكان وعارف ان المكان ده هيحل له المشكله، بس برضه بيبقى قلقان من اللي شافه بره. بيبقى خايف. اكيد طبعا. الناس بتاخد منه فلوس كتير. فبنحاول على قد ما نقدر نطمن العميل، يعني احنا ما بناخدش فلوس من اي عميل غير لما نخلص الشغل بتاعه. تمام. ايا يكن هو جاي على مشكله، او جاي مثلا يغير محرك، او جاي يغير فتيس، او جاي يعمر فتيس، ايا يكن. للاسف في مراكز صيانه بتستغل جهل العميل في مجال صيانه السيارات، وكان ممكن المشكله تكون حاجه بسيطه يقولوا مشاكل كتيره والعميل ما يعرفش، يقولوا طب خلاص شوف انت اللي لازم تعمله واعمله. ايه اللي بيميزك بقى عن اي مركز صيانه تاني؟ يعني الاول بفضل الله تعالى احنا بنشتغل بندي على اي حاجه ضمان، من الناحيه الفنيه ومن ناحيه قطع الغيار. يعني الضمان بتاعنا لغايه 6 شهور، بندي ضمان على عمارات الفتيس الاوتوماتيك سنه،
يعني، وبين قطع غيار بفضل الله اصليه، وعندنا قطع غيار كوبي يعني اللي هي بتمثل الاصلي. طيب بس انت اكيد بتقول العميل دي اصليه اكيد او طبعا ما اكيد. بتحطش كده وتقول له لا لا دي تمام. لا طبعا، العميل بيبقى عنده علم بالقطعه اللي راكبه عنده، وبفضل الله يعني بسمعه المكان العميل بيجي يسيب مفتاح العربيه ويمشي، وبنعمل له الشغل المطلوب، نكتب له فاتوره تغير واحد اتنين تلاته، ونحط له قطع الغيار القديمه في عربيته، وبنعرفه ركبنا ايه في العربيه ايا يعني يكن اصلي او كوبي. طيب ايه اللي بيمر بيها مراحل اصلاح السياره؟ يعني احنا في الاول بنستلم العربيه، بسمع شكوه العميل ايا يعني يكن هو جاي يعمل صيانه دوريه للعربيه، او يمكن مثلا يبقى عنده مشكله في العربيه، او بيشتكي من حاجه او عيب في العربيه هو مش عارفه. ببدا اجرب العربيه، افهم العربيه فيها ايه، بعد كده اشخص العطل، بعد كده يعني انزل العربيه المركز نبدا نشتغل فيها. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه، استاذ اشرف. الو. اهلا بيك. الو. ايوه السلام عليكم. ايوه يا فندم. الو. طب أيوة. نكرر الاتصال تاني. طيب ايوه قول لي يا حضرتك. باشمهندس، ايه اكتر مشكله واجهتك في المجال ده؟ اكتر مشكله واجهتني في المكان، بص حضرتك انا يعني انا شقيت وتعبت بجد، يعني انا اللي عملت نفسي بنفسي، يعني ما بداتها من الصفر. انا والدي الله يرحمه هو اللي حطني في المجال، يعني هو اللي دخلني دبلوم فني صنايع، وهو اللي شغلني في مركز الصيانه بتاع خالي، يعني هو اللي حطني في الطريق. وبفضل الله تعالى يعني ما قابلنيش مشاكل اكتر من ان انا تعبت، يعني اشتغلت كنت شغال في التوكيل الصبح، وبعد الدور كنت بشتغل في ورشتي لغايه ما ربنا كرمني والورشه كبرت والورشه بقت مركز والحمد يعني لله. بداتها ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. خطوه بخطوه. بداتها كعامل عادي في ورشه مثلا، وبعد كده في المركز بتاع خالي، بعد كده ربنا كرمني دخلت الجيش، اشتغلت برضو ميكانيكي في الجيش، ميكانيكي سيارات. وبعد كده خرجت من الجيش اشتغلت في توكيل نيسان 6 سنين، وانا في التوكيل كنت فاتح ورشه خاصه بيا. بس قدرت ان انت تكتسب الخبره من هنا ومن أكيد هنا ومن أكيد هنا، طبعا أكيد. يعني ما بداتهاش كده، لا اخدت خبره. بدون خبره ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له لغايه دلوقتي. طيب قول لي يا باشمهندس، انا دلوقتي لو انا جايه لك ومش عارفه اي حاجه في الصيانه بتاعت حضرتك، واديتك العربيه بتاعتي، ايه الاجراءات اللي بتعملوها غير اللي انتوا بتكشفوا عن العطل وكده؟ بيبقى في مثلا ما بينكم وبين بعض مثلا مواعيد استلامها تبقى امتى، ده امتى؟ أكيد. يعني احنا بنحاول دلوقتي نشتغل على سيستم ان احنا بننظم صيانات العربيه للعميل. اللي انت جيت مثلا عملت صيانه كذا في ميعاد كذا، كيلومتر العربيه كان كذا. بنحاول نمشي بسيستم وبنظام ان العربيه تبقى تحت اشرافنا مثلا كل 10000 كيلو. طب استاذنك بس معانا استاذ اشرف رجع تاني. الو. الو. الو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك يا فندم. طبعا احنا معانا استاذ محمد. اهلا بيك. البوش. كنا عايزين نعرف بس تجربتك مع المركز ايه؟ نعم. كنا عايزين نعرف تجربة حضرتك مع المركز. المركز ده من أفضل المراكز في مصر، وأنا بشجع أي حد إنه هو مغمض يروح المركز ده. تمام. لأن أهم شيء الناس فاهمة، الناس فاهمة والناس أمينة جدا. ده أهم حاجة. الناس الناس فاهمة جدا في التخصص وأمينة جدا. ما شاء الله. وبيخدموا الناس بدون يعني أعتقد كده إنه بدون مقابل. يعني كانت التجربه كانت كويسه مع المركز. طبعا انا غيرت الموتور من حوالي نص شهر. ده الموتور ده اساس العربيه كلها. غير لي بالشورت بلوك، غيروا لي استاذ محمد البوشي. غير لي غير الشورت بلوك اللي هو الموتور. تمام. واتضح ان في كان في مشاكل معايا ان برضه بياكل زيت. بعد 5 شهور اهو رحت له من اسبوع تقريبا غيروا لي على حسابه تاني. طيب ده كويس جدا، مفيش حد اصلا بيعمل كده بدون اي مقابل، مفيش حد بيعمل كده ابدا ابدا. تمام يا فندم. انما هو بيتقي الله بيتقي الله بيتقي الله، ده اهم شيء. أكيد. انك تلاقي صنايعي في مصر امين. تمام يا فندم. انك تلاقي امين امين وفاهم وشاطر. اكيد يعني اكيد. اشكر حضرتك. الثلاث حاجات والثلاث حاجات دول موجودين في الاستاذ محمد. الله يبارك لك. الله يخليك يا باشمهندس. الله يخليك. انا بشكرك على المداخله الجميله دي.
عمال بيقول الامانه، التسليم في مواعيده، الحمد لله. وان غير كده ان انت غيرت له على حسابك. طب ازاي ده؟ بص حضرتك، احنا بنلتزم، يعني كلمه ضمان عندنا ضمان حقيقي. يعني انا لما بدي ضمان 6 شهور على تغيير محرك او تغيير شورت بلوك بيبقى ضمان حقيقي، ما بيبقاش فارق معايا. يعني مثلا احنا بفضل الله بنشتغل كتير، ممكن اغير مثلا في الشهر حوالي 7 مكن 9، يعني 10 مكنات. ففي خلال 6 شهور بكون غيرت مثلا 60 مكنه. فلو خسرت مكنه اللي هي بثمن 3500 جنيه، ما عنديش مشكله، بس ابقى كسبت عميل. اهم حاجه عندك ارضاء العميل. ده اساسي، ده اساسي، لان العميل هو يعني هو المركز، هو سمعتي. يعني هو عميل بيجيب بعد العميل. يعني انا عايز اقول لك، ما بقدرش امشي عميل زعلان، يعني بتعب. يعني ممكن اقعد، انت فاهمه، نايم في بيتي دماغي مشغوله بان انا زعلت عميل او في عميل متضايق من المكان او ايا يكن. يعني تمام. معانا مداخله تليفونيه. الو الو، اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. النهارده احنا بنتكلم عن صيانه السيارات، وما لقيناش احسن من مركز البوشي هنتكلم عن صيانه السيارات. اكيد سمعت الاسم ده قبل كده. طبعا غني عن التعريف. يعني باشمهندس محمد، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له يعني في مجاله وفي شغله، بسم الله ما شاء الله، دكتور يعني بصراحه. قول لي كان مشكلتك ايه وهو قدر يصلحها؟ والله احنا طبعا انت عارفه العربيات الزيرو كلها لما بتخرج من صيانه التوكيل طبعا بنعاني بعديها طبعا في الحبوزات والكلام دوت. وطبعا اتعرفت عن طريق محمد، عن طريق الفيسبوك بصراحه، ومركز يعني معتمد، ورحنا هناك وتعاملنا معاه وبالظبط اكني في التوكيل بالظبط بصراحه. يعني تمام، يعني ظبط لك اي حاجه مش كويسه في العربيه؟ كله بسم الله ما شاء الله، من اول العفشه، زيت، فلاتر، بسم الله ما شاء الله، كل حاجه في العربيه بسم الله، مش هفصل فيها حاجه. تمام. بشكرك على المداخله الجميله دي. قول لي يا باشمهندس محمد، اكتر مشكله بتجيلك من العربيات وهي متكرره على طول ايه هي؟ يعني هو بالنسبه لنا يعني كلمه مشكله دي ما بقتش مشكله، لان احنا بنشتغل في عربات كتير، ف يعني التكرار بيعلم زي ما حضرتك فاهمه، بيعلم اي حد. فبفضل الله، بفضل الله تعالى، يعني احنا ما بنخافش من مشكله ايا يكن حجمها. يعني بيجي لنا ناس كتير قوي بيقول لك انا لفيت مصر على المشكله دي، وبفضل الله، فضل من عند ربنا، بنحل لهم المشكله. يعني اي مشكله دلوقتي في خصوصا في سيارات نيسان بقت خلاص تحلها بنسبه 99%. كل المشاكل اللي دخلت المركز بفضل الله اتحلت، وده بشهاده يعني الناس على الصفحه، على صفحتي، بشهاده العمر بفضل الله. طيب قول لي يا باشمهندس، دلوقتي لو في قطعه غيار مثلا مش موجوده في السوق بنوفرها، بتعملوها بقى ازاي؟ يعني ده انا حاسه ان في قطع غيار طبعا التصدير بتاعنا دلوقتي بقى ضعيف شويه. يعني بيبقى في بدائل، للاستيراد. يعني لو الجديد مش موجود بيبقى في بديل للاستيراد، اللي هي قطع غيار الاستيراد، اللي هو المستعمل استعمال خارج، استعمال خفيف. تمام. برضو عايزه اعرف من حضرتك المجال ده مشاكله ايه؟ وقدرت ان انت تتحدث سواء بقى من المشاكل اللي هي بتاعت مشاكل العربيات. بصي، هو المجال ده يعني رقم واحد، انا بالنسبه لي ارضاء العميل. عرفت تعمل داتا عميل كده انت بفضل خلاص، يعني الموضوع خلص. يعني انا ما قابلنيش مشاكل غير في الاول، بس عشان انا كنت بتعب، ان انا كنت بصحى مثلا الساعه 8 الصبح، انزل التوكيل، ارجع الساعه 5:30، ارجع الورشه. غير كده ما قابلنيش اي مشاكل. كانت طحونه بالنسبه لك؟ اكيد طبعا، اكيد. بس بفضل الله قدرت اكتسب خبره، وبقينا من اقوى مراكز صيانه النظام في مصر. الحمد لله. باشمهندس محمد، قول لي، كلمني عن الغش اللي بيحصل دلوقتي في مراكز الصيانه، زي ايه وزي ايه؟ عشان برضو العميل يبقى فاهم وواعي. زي حاجات كتير، يعني العميل زي ما حضرتك قلت من شويه، تبقى العربيه عطلانه ورايح للمركز مش عارف فيها ايه، ما عندوش خبره كافيه ان هو يقدر يحدد العطل اللي في العربيه. فممكن تبقى حاجه بسيطه خالص، موقفه العربيه تكلفتها قليله، المركز يعني يقول له على تكلفه كبيره ويشتغل العميل معنى صح. يقول لك لا خلاص دي فيها تانية وفيها. الزيوت في مصر حاليا بنسبه مثلا 40% في زيوت مضروبه في السوق كتير. الزيوت. ومع يعني ذلك العميل مش عارف اي حاجه. اكيد طبعا، احنا اي مواتير بنغيرها عندنا بنجبر العميل خلال فتره الضمان 6 شهور ان هو يغير زيت عندنا.
طب عشان نضمن كفاءه المكنه اللي احنا مركبينها له. طيب احنا معانا برضو مداخله تليفونيه، استاذ وليد. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ وليد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا فندم، ربنا يبارك. عايزين بقى تقول لنا راي حضرتك في مركز صيانه البوشي، اكيد الاسم ده جه عليك قبل كده. ما شاء الله محمد، الله اكبر عليه. محمد من الناس المحترمه جدا جدا وامين وعنده مصداقيه حقيقي. من الناس اللي مركزه قوي في شغلها، ما بتحبش ابدا تجيب الحاجه غير لما يكون واثق ان هي المضبوطه المضمونه، مش الشغل المغشوش اللي بيقابله في السوق كتير. اكيد هو لسه كان بيتكلم في الموضوع ده وبيقول اهم حاجه عندي اللي انا ارضاء العالمين والمصداقيه. لا لا، ودي حقيقه والله. يعني انا بتاع كده، انا بشتغل كتير على الغيار، الدعم الاساسي من الناس اللي بتركز جدا في الحاجه وبتقعد كويس قوي تسال عليها وبتقعد تتاكد كويس قوي ان هي سليمه. لا لا لا، ربنا يبارك له ويزيده فعلا. يعني احنا كلنا بنتعامل معاه، واحنا حتى ما بنبعت زباين او بنرشح حد بنبعته للبوشي بنبقى واثقين ان هو بيشرفنا بصراحه. يعني هو لسه والله بيتكلم بيقول عليك ان انت الداعم الاساسي للمركز. الحمد لله الحمد لله والله، ونركز على قد ما بنقدر في كل حاجه، وربنا بيوفقنا الحمد لله الحمد لله قوي يعني. وبنقدر نجيب افضل انواع، وبنجيب كل الحاجات الاصليه عموما من التوكيلات. اكيد اكيد. ودي اهم حاجه، لما يكون صنايعي كويس وكان عمال كويسه، الراجل ما يبقاش راكب العربيه ما يتبهدلش وما يتعبش. صح اكيد. لا لا، هي القصه كلها بسيطه، هي محتاجه شويه امانه من اللي بيديك كده الغيار، وشويه امانه من اللي بيركبها لك. ما يبقاش عايز يركب دي مكان دي ويحسب بالغاليه مكان الرخيصه. ما دام في امانه هو نفسه العميل بيفهمها، تمام، بيحسها حتى في الاستخدام وبيحسها في وقت وعمر كده في الغيار، كل ده بيبان له يعني. تمام، بشكرك بشكرك على المداخله الجميله ديت، ربنا يخليك. حاسه في كلامه في مصداقيه وخبره عم وليد من يعني برضو من الناس اللي هم بتوع قطع غير، انسان محترمه جدا جدا جدا. وده مش عشان انا بتعامل معاه، ده هو حد محترم بجد. وهو اللي الدعم الاساسي للمركز في قطع الغيار. تمام. طيب انا عايزه نصيحه تقدمها للمشاهدين عشان ما يعوش فريسه لمراكز الصيانه، هتقول لهم ايه؟ هقول لهم اتاكد من المركز اللي انت رايح تعمل عنده العربيه بتاعتك ايا يكن عطلها ايه، وحاول تاخد ضمانات من المكان. يعني سيما ان انت رايح تغير مكنه، رايح تعمل اي عطل في العربيه، تاخد ضمان من المركز. اكيد هو لو واثق في شغله هيدي حضرتك ضمان. تمام، يعني حضرتك بتقول لهم يبقى في ضمان لسابقه اعمال، مش اي حد بتجري عليه. ضمان على الشغل الصنعه اللي بالايد، وضمان على قطعه الغيار اللي بتركب زي ما عم وليد قال من شويه. تمام، شغلك بقى في كل المحافظات ولا محافظه القاهره بس؟ بفضل الله بفضل الله، زي ما بيقولوا من النيل للفرات. انا بيكلمني ناس من الاردن، من الجزائر، من السعوديه، بيستشيروني في اعطال، وحلت لي ناس مشاكل عن طريق التليفون كتير او عن طريق السوشيال للناس اللي هو الماسنجر. الله ينور عليكي. يعني اللي هو بتابع مع فني، اقول له روح عند فني مثلا بيشتغل في العربيه، وانا اتابع معاه لغايه ما نحل المشكله في العربيه. ومؤخرا لو دخلت صفحتي في اسكندريه، عربيه كانت عطلانه حوالي 4 ايام مش عارفين يدوروها، وبفضل الله اتواصلت مع العميل بالتليفون. 4 ايام مش عارفين يعملوها؟ بفضل الله تعالى اتواصلت مع العميل في التليفون، قلت له روح عند الفني اللي شغله وكلمني، وبفضل الله دورتها له. طب الحمد لله. باشمهندس محمد، عايزه اعرف برضو من حضرتك ازاي العميل يعرف ان الزيت ده غير الزيت اللي هم ركبوه في الوقت الحالي؟ صعب. يعني احنا بقينا بارعين في حته ان احنا، طب ما هو كده الدنيا هبوظ. مش ما هو انا كعميل عندي عربيه مثلا برقم، اختار المكان الصح اللي انا اغير فيه الزيوت، في نفس الوقت اختار المكان الصح اللي انا اشتري منه الزيت برضه. طيب كلمني بقى عن فريق العمل بتاعك، اكيد انت تعبت قوي لغايه لما كونت تيم كويس بيكون الواجهه بتاعت حضرتك. يعني هم بفضل الله اخواتي قبل ما يكونوا هم فريق العمل واصحاب مكان. يعني انا عندي فريق العمل اللي شغال في المكان كله بجد صحاب مكان، بيشتغلوا بقلب، ممكن يصلوا معايا لغايه الساعه 2 3 بالليل في الشغل، ومش منتظرين مقابل. اهم حاجه عندهم ان الشغل يطلع بكفاءه كويسه، والناس كلها على راسي، اخواتي واصحاب مكان بجد. يعني انت ما بتعتبرش نفسك صاحب المكان وهم شغالين معاك؟ انا زي زيهم زي زيهم في كل حاجه. يعني اي حاجه تتخيليها انا بعملها في المركز. تمام،
قولي اكتر مشكله واجهتك في المجال ده من بدايه ما بدات. برضو البدايه يعني التعب مش اكتر من كده، انا بحب شغلي جدا يعني بحب الميكانيكا دي بجد. فهي قصه ان انا تعبت في الاول، ان انا كنت شغال شغلانتين، شغال في ورشتي بعد التوكيل وفي التوكيل الصبح. يعني هي بس المشكله مشكله ان انت كنت شغال الصبح وبالليل. فعلا. لا انا بتكلم عن مشكله واجهتك في المجال ده وقدرت بعد كده بمرور الوقت خلاص الموضوع انتهى. اكيد طبعا احنا في مشاكل كتير بنتعب فيها، يعني في عربيات ممكن تقعد عندنا، انت استغربت لما قلت لك عربيه قعدت 4 ايام، احنا عندنا كمركز تبصي في عربيات ممكن تقعد اكتر من اسبوع على مشكله معينه، لان طبعا العربيات الجديده مجالها واسع وفيها كهرباء كتير وفيها كنترولات كتير، يعني اقل عربيه انسان دلوقتي الصني اللي هي اقل عربيه فيها 6 كنترولات بيبعتوا اشارات لبعض ويستلموا اشارات لبعض، فموضوع كبير مثل ما حضرتك. وطول ما العربيه بتمشي كيلوهات متر اعلى يعني وتقعد سنين اكتر بيظهر لنا مشاكل جديده، مفيش حد يعرف كل حاجه في المجال بتاعنا بالذات عكس اي مجال تاني. يعني في مثلا عربيه تقعد اسبوع، عربيه تقعد 3 ايام، في عربيه تقعد تخلص في نص ساعه، في عميل يكلمني عنده مشكله وتعبيه ولف عليها في التليفون ببقى عارف العربيه يعني اللي هو جاي لي بيها فيها ايه عن طريق التليفون. اكيد يعني مرت عليا قبل كده وحلتها. تمام. ايه الجديد اللي انت ناوي تعمله في المركز عندك؟ بفضل الله يعني احنا بنطور في المركز حاليا، بنعمل حاجه مشابهه للتوكيل بالظبط، وبنعمل سيستم زي ما قلت لحضرتك من شويه، وبفضل الله هنعمل فرع تاني عن قريب ان شاء الله. في نهايه الحلقه بتاعت تحب تشكر مين؟ احب اشكر والدي الله يرحمه ان هو وجهني للطريق الصح وان هو حطني في المجال الصح، واشكر والدتي طبعا ان هي وقفت جنبي معنويا زي ما انا بتفرج عليها دلوقتي. واشكر اكيد طبعا الاهل واخواتي. طبعا احنا كمان بنشكره وبنشكر ال حاجه تانية اشكر مراتي، انا يعني قعدت خاطب 6 سنين لغايه ما عملت كيان البوشي. 6 سنين خطوبه عشان اعمل كيان البوشي، عشان اعمل مركز صيانه زي ما حضرتك شايفه بفضل الله العملاء بيتكلموا على مركز ازاي. يعني كنت بخليها تعمل اساس ليك الاول. الله ينور عليك. وبعد كده اتجوزت الحمد لله فتره قليله. لما نويت الجواز اتجوزت. يعني عملتها معادله، هي 6 سنين بتعتبر الفتره بتاعت الموضوع ده خلصت واتجوزت على طول بسرعه. الله ينور على حضرتك. اكيد احنا بنشكرك بنتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. انت من الناس المحترمه جدا اللي مصداقيه بتراعي ربنا. كلامه معايا النهارده اكد لي على المصداقيه، ومش اي حد بنجيبه في اسرار الحياه الا لما يكون لي مصداقيه. الله يبارك فيك باشمهندس محمد، بشكرك بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، استنونا وحلقات جايه كتير اسرار الحياه مع هندي شاهين.